الخير زملائي في الاستوديو، صباح الخير لكل من عم بتابعنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين خلال برنامج فلسطين. هذا الصباح صباح مميز بنطلع عليكم فيه من قرية بردلة في الأغوار الشمالية، صباح حامل معه رشة ملح وسكر. هالمشروع البيتي للحلويات المنزلية والمأكولات المنزلية، أيضا لصاحبته سناء صوافطة. هالمشروع اللي تميز بين أهالي البلدة وأهالي البلدات المجاورة في المحافظة ولاقى إقبال ملحوظ وكبير منهم. لنتعرف أكثر على تفاصيل هالمشروع وصاحبته، خليكم معنا بهالفقرة. بلشت مشروعي من 2015، سميته على الفيس بوك حلويات ومعجنات ماسة. في 2020 اجت انا مؤسسة سيدات الاعمال من رام الله واتبنوا مشروعي، اعطوني دورات ودعموني في المعدات، ومنها من هناك انطلقت. بقيت اول شيء انا في مطبخي الخاص، مطبخ بيتي، بس انا من صلي سنتين في المطبخ، في هنا مشروعي، هنا مشروعي. أول شيء أنا لقيت تشجيع من زوجي وأهلي وأمي وإخواني، وعندنا البلد هنا ما فيش ست، يعني فيش مطبخ إنتاجي زي هيك. مثلا أخذت دورة في الأول دورة أخذتها حلويات شرقية، ثاني دورة في الجاتوهات، ثالث دورة أخذتها في بيتزا ومخبوزات، وبعدين أخذت سلطات عربية. الأصناف اللي بعملها حاليا أكلات شعبية، منسف، كدرة، عندي زرب مسخن، أوزي، كبسة، كل إشي زي هيك. وبعمل حلويات، الحلويات اللي بعملها معمول، مكروطة، جاتوهات، تشيز كيك بأنواعه، وحلويات البرد كلها. مدلوكة شامية، حمست العجينة الجناف الناعمة، وعملت البودينج اللي للمدلوكة، حمستها وحطت عليها سمنة، بس حمصت حطيت عليها كرفة وحطيت عليها قطر، خليتها شوي تبرد ورجعت عملت البودينج، حطيت عليه نشا وغليته، رجعت حطيت الجناف في الكاسات وحطيت عليهن البودينج، وبدي أحط عليه وحط عليهم مكسرات. إقبال الناس بداية طبعا أول شيء على مستوى الجارات والأهل، بعدين عملت صفحة عالية على الفيسبوك، لقيت إقبال من الناس، لقيت إقبال من عنا من المنطقة والمناطق الثانية، لقيت إقبال من أريحة بخص يعني اللي زباين في أريحة. بعدين مشروعي شوي شوي صرت أخذ حفلات أعياد ميلاد، يوم يبقى في عندي شغل بدري، أنا بقوم على الأربعة، من الأربعة للعشرة هون في مشروعي في مطبخي، وبخلص طلبيتي وبنزل أشتغل شغل داري وبيتي وولادي، درسهم، مسؤولية وضبط أعصاب. يعني يوم يجي عندي حدا يطلب من عندي إشي، أنا بعرف أعمله، بعرف كل شيء، يعني عارف إنه ثقتي في نفسي، بس أظل عندي مسؤولية، يعني فوق طاقتي. أول ما بلشت مشروعي إنه على أساس إنه يعني أنمي موهبتي مش أكثر، يعني إني أعمل إشي بسيط وخلص. هسي يوم أجت المؤسسة هاي ودعمتني وشافت مشروعي إنه ماشي أموري، أخذت تدريبات، وتدريبات هاي لقيت فيها يعني أنا وين بكيت وين صرت، عن جد أنا بكيت في إشي وصرت في إشي ثاني.
لقيت حالي او انا كل ما اخذ تدريب بحب اخذ تدريب زياده، لانه كل يوم في شيء جديد.